إثر الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بسلك الولات والولات المنتدبين تمت عشية أمس بمقري ولاية معسكر تسليم واستلام المهام بين الوالي السيد فريد محمدي والوالي السابق السيد عمر الوابحي، وهذا بحضور السلطات المدنية والقضائية والعسكرية. وخلال كلمته دعا الوالي كل المنتخبين وممثلي الشعب وأطياف المجتمع المدني لمرافقته والتنسيق مع مصالحه وإبلاغ صوت المواطن من خلال تقريب انشغالاته وحاجيته إلى الإدارة والسعي الحثيث لإيجاد الحلول المناسبة لها والتنسيق مع الأسرة الإعلامية التي يعتبرها الشريك الأساسي في التنمية المحلية. وأشار إلى أن الاهتمام الكبير الذي توليه السلطات العليا للبلاد ولاية معسكر العريقة بماضيها الزاخر بالبطولات والتضحيات والأمجاد والتي قدمت قوافل من الشهداء يفرض علينا لزاماً اليوم الالتفاف حولها وخدمتها بتفاني وإخلاص من خلال استغلال كل إمكانيات المتاحة لترقية الخدمة العمومية وتحسين أداء المرفق العام. عبارة الشكر والتقدير وبأصدق آيات العرفان، بعد أن شرف شخصي المتواضع بتجديد الثقة وبتكليف بتولي شؤون هذه الولاية التاريخية، التمس منكم جميعا الحضور الكريم مهما كانت مستوى المسؤولية المسندة إليكم لمرافقتنا في هذا المسعى العام